كنت أجلس في أمان الله لما جاء أحمد وقال: هذا الجو البارد يحتاج حبيبا. دعني أخبرك بشيء يا أحمد. تخافش لا ألمسك. هل تشعر بالوحدة؟ شعور الوحدة لو أردنا تعريفه لا يعني أنه ليس لديك أصدقاء أو أنك منعزل مثلا، ببساطة هي شعور قوي بالعزلة والفراغ. أنت لست منعزل عن الناس ولكنك تشعر بالعزلة، مثل جملة الحاضر الغائب، هي شعور بالانقطاع عن الآخرين. تمام. كريس فاغونديز هذا دكتور في جامعة رايس، هي جامعة أمريكية عريقة، قرر أن يقوم بتجربة على الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة في حياتهم. فجلب هو وفريقه 213 من الطلاب وسألوهم سؤال بسيط: كم هو شعورك بالعزلة والوحدة الاجتماعية الآن؟ أنت مثلا أخبرني كم تشعر بالوحدة من 5، بحيث لو اخترت 5 تكون تشعر بالوحدة جدا. أخبرني. أعتقد الأغلب سيقول 5، يعني أعتقد أننا نحب الدراما جدا. المهم، بعد أن عرفوا مدى شعور المشاركين بالوحدة، وضعوا كل مشارك منهم في غرفة فندقية لوحده، وأعطوهم قطرة أنفية تحتوي على فيروس الرشح، وتم عزلهم هناك لمدة 5 أيام، وطلب منهم بعد ذلك أن يقوموا بتسجيل ما شعروا به خلال تلك التجربة. الغريب أين؟ عندما حلل كريس وفريقه نتائج الدراسة، توصلوا إلى نتيجة مثيرة للفضول. النتيجة قالت أن الأشخاص الذين كانوا يشعرون بالوحدة ظهرت عليهم أعراض البرد بشكل أكبر بعد الفيروس الذي أخذوه، واستمرت نزلة البرد لديهم مدة أطول. يعني الوحدة تجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد أو الفيروسات بشكل عام، تخيل، وتظهر عليك الأعراض بشكل أكبر من الشخص الغير وحيد. يعني بالفعل أحمد كان صادق عندما قال تحتاج حبيبا في هذا البرد، أو بمعنى آخر تحتاج ألا تكون وحيدا. طبعا حبيبا قد تكون أمك أو أباك، حبيبا حلالا. المهم أحبتي في الله، يعني نركز الأرض عليك. هنا نقف ونتفكر قليلا، نقول مثلا هل كان لفيروس كورونا تأثير أكبر على الأشخاص الوحيدين؟ فكانت الأعراض عليهم أكثر مما أدى لموتهم. لأننا لو عكسنا الدراسة على هذا التساؤل لوجدنا نعم صحيح لها تأثير. وأنا أبحث حقيقة في الترابط بين الوحدة وقوة جهاز المناعة، صادفت دراسة خطيرة جدا جاء فيها أن الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة لديهم 209 تعبير جيني مختلف في بعض كريات الدم البيضاء لديهم. ماذا يعني ذلك؟ يعني الأشخاص الذين لا يشعرون بالوحدة لديهم نسبة أعلى للبقاء على قيد الحياة من ناحية مناعية، والأعمار بيد الله. يعني خطر الإصابة بالجلطات القلبية لدى من يشعرون بالوحدة يزيد بنسبة 29% عن الأشخاص الذين لا يشعرون بالوحدة، وخطر السكتة الدماغية يزيد بنسبة 32% على حد وصف الدراسة. دراسة مطولة إذا أردت تطلع على تفاصيلها في الوصف. قد تقول يا محمد لهذه الدرجة الوحدة تؤثر علينا؟ نعم وأكثر. في نفس الدراسة جاء أن الوحدة تعادل شرب 15 سيجارة يومياً مع عدم ممارسة الرياضة ووجود السمنة. بريطانيا أحبتي في الله تعتبر أكبر دولة يشعر سكانها بالوحدة، بعضهم شهريا يجري محادثة صوتية واحدة، يعني شهر كامل لا يتكلم بشيء، منقطع عن الناس. حتى أنه في بريطانيا يوجد وزارة للتعامل مع الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة وهم بالملايين. لهذه الدرجة. نحن يا محمد شباب، في العادة الوحدة تكون للكبار في السن، فيموت كل من يعرفونهم من أصدقائهم فيشعرون بالوحدة، فتجدهم دائما يجلسون لوحدهم، يعني حفظهم الله لنا. ليس صحيحا هذا الكلام أيها الطيب، الشباب تشعر بالوحدة أكثر من الكبار. نعم، الأعمار من 16 إلى 25 تشعر بالوحدة أكثر من أي فئة عمرية أخرى، كما في دراسة نشرتها صحيفة الإنديبندنت البريطانية. وبغض النظر عن الدراسة، أنا عندما سألت قبل قليل عن مدى شعورك بوحدتك أجبت 5 يا صديقي، إلا إذا غيرت إجابتك. البارحة وأنا خارج من منزلي وجدت الناس مجتمعة أمام باب العمارة التي أسكن بها، وسيارة شرطة وإسعاف، فذهبت لأرى ماذا يحدث بين هذا الجمع الكبير، لأجد جثة لفتاة شابة قد قفزت من الطابق 18 إلى الأرض، سقطت فوق سيارة كانت مصطفى هناك. وما بين بكاء أهلها وتهويل الجمهور وصوت الشرطة، كان مشهد مؤلم. رؤية أهلها ينظرون إلى ابنتهم الملقاة ولا يسمح لهم بتحريكها والاقتراب منها. ليقول صديقي بجانبي حينها: أتعتقد أنها في هذا البرد الشديد كانت تنظف الزجاج مثلا فسقطت، أم أن هناك من دفعها؟ المهم ذهبت، ولما عدت مساء وتصفحت الأخبار لأجد أنها فتاة في 25 من عمرها قفزت بسبب شعورها بالوحدة والاكتئاب، فدفعت نفسها منتحرة. هذه الحادثة لا يمضي عليها يومين في العمارة التي أسكن بها أيها الأحبة، فلا أريد منكم أن تشعروا بالوحدة إطلاقا ورجاء. أحمد أخبرني لماذا نشعر بالوحدة برأيك؟ أعتقد بسبب غياب الأصدقاء.
ما حبيتها منك. نعم، غياب الأصدقاء أو غياب العلاقات الاجتماعية سببا في الشعور بالوحدة، وأسباب كثيرة أخرى كما جاء في مؤسسة مايند للصحة العقلية، مثل الصمت، الحزن، الاغتراب، الصدمة، التكنولوجيا، إدمان الإباحية إلى آخره، كلها أسباب قد تجعلك تشعر بالوحدة. مثلا عند المكوث ساعات طويلة على الإنترنت، أو الإسراف في ممارسة ألعاب الأونلاين، أو تشعر بصدمة عاطفية كبيرة تفقدك ثقتك بنفسك، أو لا قدر الله تسمع خبر موت فجائي لأحد أقاربك، أو أن تعطي الحزن فوق حقه. فإذا تشعر بالوحدة فأنت لست وحيد، هي خطوات بسيطة لو طبقتها ستشعر بعدم الانفصال عن من حولك بإذن الله، ويختفي ذلك الشعور. كيف نتغلب على الشعور بالوحدة؟ التحدث إلى الأقرباء والأصدقاء والأهل بشكل أكثر، فالتجاهل يضر حتى لو كان من شخص غريب. في جامعة بوردو طبقوا دراسة غريبة، بحيث مشى شخص في ممر مليء بالطلاب، وعندما كان يقترب من شخص لا يعرفه ينظر إلى عينيه ويتجاهله كأنه لم يرى شيء، ثم فريق آخر يوقف ذلك الشخص ويسأله عن مدى شعوره بالانفصال، ونتاج أن الأشخاص الذين حصلوا على اتصال بالعين وتم تجاهلهم سواء بابتسامة أو بغيرها شعروا أنهم أكثر انفصالا، والعكس. حاول التخفيف أيضا من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا وجود حيوان أليف في حياتك يساعد في تقليل الوحدة، ويفضل أن يكون قط أو هرة، ووجود حيوان أليف مثل القط يساعد في تخفيف التوتر والوحدة بشكل عام. أيضا صلاة الجماعة، عندما تصلي في جماعة لا تشعر بالوحدة، الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العزلة أحبتي في الله هي ملاذ المفكرين وملجأ الأفكار إذا انقطعت. لأعظم الناس على الأرض كان له عزلة، عزلة حراء، محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. العزلة شيء جميل، العزلة لغة لا يتقنها إلا من كانت من سماته التمعن في خلق الله، هي لغة المسبحين. ولكننا نتكلم عن الوحدة، فلا أريد أن تختلط عليك المفاهيم. فالوحدة هي أن تشعر بالعزلة وأنت بين الناس، فلا تكن وحيدا، فأنت تستحق كل خير. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، وأشكركم على 100,000 إعجاب على المقطع السابق، ودمتم في أمان الله.